السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل اتفضل يا تنصح حبيبي. بتعدد الزوجات؟ ايه؟ نعم؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، هل تنصح بتعدد الزوجات؟ أنت متزوج؟ يعني مقبل. مقبل على الزوجة الأولى ولا الثانية؟ مقبل على الزواج من الأولى. طيب، ما ربنا يسهل لك تتزوج الأولى، نشوف هتعمل إيه، يمكن أنت تهزم هزيمة ساحقة. يعني إن أما يسر لي الله ورزقني زوجة صالحة. أنت كم يا غلام عمرك؟ كم عمرك؟ يعني أنا من إن شاء الله من الناس اللي هتتزوج مبكرا. يعني أنت كم عمرك الآن؟ أنا 17 سنة. أنت ليه سألت قبل هذا كده وعندك خلل شوية؟ والله أنا ما كلمتك منذ 4 شهور أو 3 شهور. أي، ما أنا عارف إنك ما كلمتنيش من 4 شهور، عارف إنك ما كلمتنيش. هل تنصحني؟ أنصحك الأول تتزوج وتشوف هتقدر تسد أو لا تستطيع. إن شاء الله بإذن الله قريب، لكن أنا يعني أرغب. يعني هل أفضل تعدد أم أنت أفضل معك أن فلوس أنت؟ لا أعد؟ عفوا، انت معك فلوس تتزوج الاول؟ ان شاء الله. ابوك هيزوجك؟ لا انا اعمل، ويعني والدي جايب لي الشقه وانا اعمل. العمل ان شاء الله ربنا هيرزقني من خلاله، وهصرف على زوجتي والعمل بيكبر. يعني تزوج الاولى اولا يا بني، والسلام عليكم.